في اطار القانون. طريقه ان احنا نحاول نبعد عن الاماكن اللي هي متواجده فيها. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الجزيرة مباشر، رسائلكم إلينا إثراء للحوار والنقاش وتبادل الأفكار، وللمحافظة على تفاعل بناء بحوار راق، فإننا ننوه للتالي: لا يمكننا عرض أي رسائل نصية ترد فيها كلمات نابية أو تلميحات عنصرية، تهجم شخصي سواء على شخصيات عامة أو مشاهدين آخرين، رسائل تنتهك القانون أو تشجع على انتهاكه، رسائل تحمل إعلانات تجارية أو حسابات مصرفية.